جينا للفيديوهات اللي بتزعل بقى. لو انت من الناس اللي بتزعل جدا وبتتحمى على اي كلام سلبي ممكن تسمعه على المنتخب الجزائري او على مجيد بوجره فالفيديو ده مش مناسب ليك. اما لو انت من الناس اللي ماشيه على الحلوه والمره وبنسمع الكلام الايجابي وبنسمع الكلام السلبي فاهلا وسهلا بيك. قدرات لعيبه منتخب الجزائر النهارده فادت جدا المنتخب الجزائري وقدرت ان هي تطلعه من ماتش صعب جدا قدام المنتخب اللبناني الشقيق. منتخب اللبناني الشقيق اللي فاجئ مجيد بوجره نفسه. مجيد بوجره عمل تغييرات غريبه. ليه تغييرات غريبه؟ لان انت لما تغير حارس المرمى والاثنين مساكين في وقت واحد فمعناه ان انت نازل مستهتر بالمنافس، معناه ان انت نازل تعمل سكور وعاطل اللعيبه بتاعك حق ان انت نازل تكسب سكور، مفيش حل غير ان انت تكسب سكور. قررت انك تدور على مكان ليوسف البلالي في الملعب حتى لو ملوش مكان في الملعب لان ياسر ابراهيم بيلعب ناحيه الشمال فهتقرر ان انت تحطه ناحيه اليمين. ويلا انت وهلال السوداني غيروا مع بعض واحد فيكم اصلا العاب والتاني يبقى جناح او نقلبها 4-2-4 زي الفريق الاول. طب هل انت اشتغلت على الكلام ده؟ انت المباراه كلها كنت بتلعب 4-2-3-1 صريحه، كنت بتلعب بامير سعيد وكنت بتلعب بهلال السوداني وكنت بتلعب بياسين ابراهيم وقدامهم بغداد. هل انت اشتغلت على اللي انت عايز تعمله النهارده ولا انت فكرت ان اللعيبه بتاعتك جودتها عاليه فهتعمل اي حاجه؟ المشكله بقى انك عشان ما اتفرجتش على المنتخب اللبناني فلقيت المنتخب اللبناني قوي دفاعيا ولقيت المنتخب اللبناني نازل عامل عليك مباراه دفاعيه مميزه جدا. والمنتخب اللبناني الحارس بتاع المنتخب اللبناني مصطفى مطر عمل قدامك جيم مميز جدا. وكل ما الوقت ما كان بيعدي لعيبتك كانت بتعصب جدا، لعيبتك كانت بتحس ان هي بتخرج بره الجيم. بغداد بونجاح حاسس ان في كميه توتر غير طبيعيه عليه. مش ده الفريق اللي كان بيلعب المباراه الاولى، مش ده المنتخب الجزائري اللي كان بيلعب قدام السودان. المنتخب ده نازل يعمل نتيجه، مش هنتكلم وهنعمل مقارنات ما بين المنتخبات، بس المنتخب الجزائري كنت حاسس ان في حد بيجري وراه علشان خاطر نعمل سكور النهارده. مش مطلوب منك تعمل سكور، انت مطلوب منك انك تامن الصعود، مطلوب منك انك تكسب. بس كل ما الوقت ما كان بيعدي عليك كنت بتبقى اسوأ واسوأ واسوأ لحد ما يوصل للشوط الثاني. الشوط الثاني اللي قلت خلاص يعني هو هيقرر دلوقتي يرجع يوسف لبالي ناحيه الشمال او حتى يعمل سويتشات، يجيب ياسين ابراهيمي هنا. ياسين ابراهيمي اللي كان افضل لاعب في الملعب بالامانه، يعني ياسين ابراهيمي كان عامل اداء مميز جدا. ياسين ابراهيمي هو محور الخطوره الوحيده كان موجود في المنتخب الجزائري وتحتيه طبعا كان الياس شتي، كانوا عاملين جبهه مميزه جدا. الناحيه الثانيه بقى حسين بن عيده والعربي السوداني ويوسف البلاي لما كانوا بيمينوا هناك كان هنا في المشاكل، كان هنا في مشكله. المنتخب الجزائري كان ممكن يخلص المباراه من بدري، بس زي ما قلت لك المنتخب الجزائري كل ما الوقت ما كان بيعدي عليه كان الموضوع بيتصعب اكتر. فلما وصلنا للشوط الثاني كان المنتخب الجزائري عنده مشاكل كتير. المنتخب الجزائري وقتها المنتخب اللبناني قرر ان هو ما ينفعش تعادل، ما انا اتعادلت حاجه سيئه بالنسبه لي. فالمنتخب اللبناني قرر ان هو يطلع يمسك كره في نص ملعب منتخب الجزائر، واحنا حسبناها هنا لمجيد بوجره، قلنا ان مجيد بوجره عامل مصياده. بوجره عمل مصيده للمنتخب اللبناني ياخد الكره نديله مرتدات، فعلا نديله مرتدات. قدر يوسف البلايلي رغم ان هو مش في مركزه، رغم ان هو بيعمل حاجه صعبه عليه في بدايه الماتش، ان هو المكان الوحيد اللي راح فيه ناحيه الشمال اللي هو بيحبها قدر ان هو ياخد لك ضربه جزاء. ضربه جزاء ياسين ابراهيم بيخش بيسجل هدف اول ليك علشان يطمنك ويقول لك بص حتى وانت بتعك الفريق بتاعك قادر ان هو يشيلك، حتى وانت بتتعلم فينا. معلش لان مجيد بوجره لسه ما عندوش خبرات تدريبيه كبيره، حتى رغم انه اسمه كان كبير جدا كلاعب بس هو لسه بيجرب، معلش هو لسه بيجرب كمدير فني بيتعلم، معلش بلغه الكوره بيتعلم، فالراجل بيتعلم فيهم. فالمنتخب الجزائري جوده اللعيبه تسمح لك انك مهما تعك هينقذوك. وقتها بتقرر ان انت خلاص بقى روح نجيب التاني، لا يحصل عندك مشكله، تلاقي ان حسام الدين مرزوقي بياخد الانذار الثاني وبيطرد. يا نهار ابيض، طرد والمنتخب اللبناني هيطلع وهيفتح عادي، ما يفتح ما احنا كده كده هنشتغل عليه مرتدات وهنديله مرتدات. وقتها السيد مجيد بوجره قرر ان هو يعمل تغييراته. مجيد بوجره قرر ان هو في الدقيقه 66 ينزل طيب مزياني ويطلع العربي سوداني، وفي الدقيقه 80 قرر ان هو ينزل زكريا دراوي مكان ياسين ابراهيمي. هم دول التغييرين اللي هو عملهم. التغييرين اللي هو عملهم سبحان الله، يعني اللعيب اللي سجل كان هو واحد من التغييرات دي وهو طيب المزياني. طيب المزياني اللي قدر ان هو يستغل التهور بتاع لعيبه المنتخب اللبناني. المنتخب اللبناني اللي بالمناسبه برده قاسم الزين يعني ما كملش 10 دقايق بعد الطرد اللي اتعرض ليه حسام مرزوقي وبعدها خد الانذار الثاني واتطرد عشان الماتش يبقى 10 ضد 10.
وقتها برضو الجزاء ثبت الكوره للبنان بتلعب مرتدات. كان في مرتده لبغداد بنجاح في الدقيقه 88، بغداد ضيعها بطريقه مريبه جدا قبل ما الطيب مزياني يسجل الهدف الثاني الحاسم للمنتخب الجزائري ويخلص المباراه على خير ويخلص المباراه على طمانينه. ان والله يا جماعه حتى المدير الفني بتاعنا النهارده بره الجيم، فالفريق قادر ان هو ينقذ المنتخب وقادر ان هو يعدي بالمنتخب الجزائري من مباراة تقدر تقول عليها صعبت على المنتخب الجزائري. المنتخب اللبناني فاجئ الجميع، المنتخب اللبناني اللي على قد امكانياته بيلعب، المنتخب اللبناني اللي محتاج شابوه ومحتاج نديله تحيه كبيره جدا. انا كنت بحب مجيد بوجره كلاعب، وبصراحه عجبتني فكره تولي مجيد بوجره المنتخب الجزائري المحليين، بس لما مجيد بوجره يغلط حتى لو اتشتم كتير جدا في الكومنتات فانا بصراحه اللي انا شفته. لو الفيديو عجبك فبراحتك، لو الفيديو ما عجبكش وشفت ان مين هذا المصري اللي هاجم نجيب مجيد بوجره فبراحتك. يابا هذه اراء في الاول وفي الاخر، ممكن تكون انت شايف ان بوجره رغم العك التكتيكي اللي عمله النهارده ورغم التغييرات الكتير ورغم المشاكل الكتير جدا اللي عملها النهارده ممكن يكون عمل ماتش عالمي. هي دي الكوره. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش لا تشتم، انسى معاك يعني لو سمحت.